في قمة بغداد اجتمعت أغلب الدول العربية المؤثرة لتوجيه رسالة دعم واضحة للعراق، لكن تلك القمة سبقها عمل دؤوب منذ سنوات لمد جسور العلاقات مع العراق من جديد ودعمه بكل السبل المتاحة. كانت الإمارات من أبرز الداعمين لاستقرار العراق وتعزيز التعاون معه، وخاصة في المجالات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع حركة الاستثمار بين البلدين. وقطعت الإمارات شوطا في ذلك بإعلانها استثمار 3 مليارات دولار في العراق عقب زيارة تاريخية قام بها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الإمارات ولقائه بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد. نحن قراب على بعض بالمسافة وبالقلب، عراقنا غالي على قلوبنا، ونتمنى أن يكون المستقبل إن شاء الله سعيد على شعوبنا. كانت الإمارات أيضا من أبرز المشاركين في جهود إعادة الإعمار في العراق، حيث دخلت في شراكة مع اليونسكو لإعادة بناء المعالم التاريخية لمدينة الموصل وخصصت لذلك مبلغ 50 مليون دولار. وكانت المساهمة الإماراتية في إعادة إعمار المناطق الأثرية في الموصل هي جزء من الجهود الإماراتية الكلية في إعادة إعمار العراق، حيث تعتبر الإمارات الدولة الثانية على مستوى العالم فيما يخص الالتزامات بعملية إعادة الإعمار، حيث ساهمت بنصف مليار دولار في الجهد الدولي لإعادة الإعمار إلى جانب 700 مليون دولار في عمليات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، بالإضافة إلى جهود الاستجابة الإنسانية لمنطقة الموصل التي قدرت بحوالي 50 مليون دولار. عملت الإمارات أيضا على إعادة تطوير مشروع معسكر الرشيد الذي يشمل مناطق سكنية وخدمية ويخلق ألاف الفرص للشبان العراقيين ويوفر بنية تحديثية وتطويرية لمناطق وسط العراق. كما تساهم شركة موانئ دبي العالمية في إعادة تنمية ميناء أم قصر العراقي، وإجمالا تشارك في نحو 212 مشروعا في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي. أما السعودية فقطعت شوطا كبيرا في مد جسور التعاون مع العراق بعد سنوات من القطيعة، فتعددت الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وأنشئ مجلس التنسيق السعودي العراقي شهد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات المختلفة. وكانت الخطوة الأهم هي إعادة افتتاح منفذ عرعر البري بين البلدين، والذي دشن حقبة جديدة من التعاون بين الرياض وبغداد باعتبار المنفذ بوابة هامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية. وكانت رمزية افتتاحه سياسية أيضا باعتباره يؤشر على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين السعودية والعراق. روابط بين البلدين روابط كبيرة جدا وعميقة جدا ومهمة، البلدين متجاورتين وكلنا عرب ولدينا نفس المصالح ونفس التحديات، فأنا سعيد جدا بتطوير العمل معكم مع العراق. أما مصر فدخلت العراق من الباب الواسع عبر عقد تحالف إقليمي عرف بتحالف المشرق الجديد أو الشام الجديد، وضم كل من مصر والعراق والأردن، وهو تحالف يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث خصوصا على الصعيد الاقتصادي وتبادل المنفعة وتحقيق التكامل فيما بينهم. وعبر اجتماعات بين قادة الدول الثلاث تم الاتفاق على تفعيل ذلك المشروع الكبير، ولعل التطور الأبرز كان الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة العراقية بغداد، وهي أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 31 عاما. وحظيت الزيارة باحتفاء خاص عكس ما وصلت له العلاقات بين القاهرة وبغداد من تحسن غير مسبوق. ربما تتصدر ملفات التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار جدول اللقاءات بين قادة الدول العربية المؤثرة والمسؤولين في العراق، لكن تلك اللقاءات التي جرت على مستويات رفيعة كانت دوما ما تحمل رسائل سياسية تؤكد على دعم جهود العراق في الاستقرار والسيادة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية. كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، وتدعو مختلف القوى لاحترام سيادة هذا البلد وخيارات شعبه.